على الحكم بأربع شهور اللي كان اصدر حكم غيابي في قضية كان رفعها كاتب الدولة المكلف بالأمن في وقت سابق سي رفيق شلي على الإعلامي والكرونيكر محمد بوغلاب. بعد الحكم عليه غيابيا رسميا المحكمة الابتدائية بتونس تحدد جلسة اعتراض. التفاصيل تتويت. عينك على الإدارة. لأكثر تفاصيل في الموضوع هذا ينضم لنا محامي محمد بوغلاب الأستاذ حمادي زعفراني متر. أهلا وسهلا بك، مرحبا على شمس فم. مرحبا بك زينة، تحية ليك وتحية كافة السادة المستمعين عبر إذاعة شمس فم. شكرا. ماذا بينا متر قبل كل شيء نفهموا منك الحكم الغيابي، علاش اصدر غيابي بالأساس بينما محمد بوغلاب موجود وما هوش مسافر مثلا؟ والله هو طبعا حبيت نرجع بيك شوية تفضل الحديث عن الموضوع. هو بالطبيعة كونه في 16 مايو 2022 أصدر الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكم غيابي ضد مناوب محمد بوغلاب. نعم. من أجل جريمة وتقضي الحكم يقضي بسجن مدة 4 أشهر غيابي بالطبع وخطية مالية معينة وقبول بالطبيعة الدعوة المدنية شكل والأصل الزامه بأداء مجموعة من المبالغ المالية. على كل في بمجرد سماعنا لهذا الحكم هو معناته حكم غيابي واستغربنا من صدور غيابي باعتبار أن محمد هو لديه مقر معلوم وبالطبع بأنه لديه مقر معلوم وهذا مضمن بالمحاضر الأبحاث اللي وقع سماعه سابقا في خص الموضوع من الفرقة المركزية وبالتالي تفاجأ فيما بعد وتفاجأنا الكل بصدور هذا الحكم الغيابي بدون أن يتوصل هو بدو باستدعاء الحضور بهذه الجلسة. أيوة. بالطبع بعد الإجراءات هذه اللي صارت في القضية قمنا بالاعتراض وبعد ما وقع الاعتراض على هذا الحكم الغيابي حددت جلسة يوم 23 جوان يوم الخميس 23 جوان من نفس الدائرة بالطبع اللي هي أصدرت هذا الحكم الغيابي. نعم. بالأساس هل الحكم والقضية ماتخ هو كان الطرف الثاني الشاكي كان تمتع بحق الرد آنذاك في علاقة بما صرح به محمد بوغلاب؟ هو باش نعطيك أنا شوية معطيات بالطبع لحسب القضية اللي صار يعني كنا مباشرين القضية منذ بدايتها. هو بالطبع أنه في تدخل محمد في طار العمل نتاعي الصحفي تعرض إلى موضوع اللي هو نجم نعتبروه معناتها مسألة تتعلق بالتاريخ نوعا ما في فترة معينة شنو اللي صار في أحداث معينة اللي نعرفوها الناس الكل. بالطبع تعرض محمد للحادثة هذه بدون أن يكون فما معناتها في الموضوع تلب أو إساءة ليه الغير هذا هو بيدو سي رفيق شلي أو أي حاجة ممكن تمس من شخصه. بالطبع خذا كما أعطاه القانون حق الرد في الحصة هذيك حوار تونسي أنا ذاك مع مريم بالقاضي صح. هو معناتها تعرف حتى حق الرد يعني في مثلا ما تكونش معناتها طويلة ياسر معناتها حتى المساحة المخصصة لحق الرد تفوت ممكن حتى 10 دقائق مكسيمو تاخذ قد ما تحكي عليك تاخذ حق الرد هذا هو المعروف تاخذ حق الرد أما بالطبيعة ما كي تستدعى أنت إنسان وقع تدعاه في البلاتو وخذا ممكن حكاية من مساحة إعلامية نتاع نصف ساعة وحكاية في الموضوع وكذا ولات مسألة كبيرة ياسر على أساس اللي كونوا فيها مساس بهم. وبالطبع احنا ما نعتقدنا ان المسألة كانت تقف في الحد ذاته يعني وقعوا يعني هو قام محمد بوغلاب عطاه كما نقولوا احنا رواية لأحداث معينة في فترة العهد الان بورقيبة وذا جاسي رفيق الشلي عطاه رأيه في الموضوع فات الحكاية وما تفاجأنا فيما بعد انه سيد معنا قام بالتشاكي كما قلنا هذا حق من كل انسان يتشك اما معلش وليت القضية تبقى جرائم الحق العام هي مو هذا الاشكال هو مش اعتماد المرسوم 116 مثلا. انا عندي حاجتين قلت حتى في مداخلات اخرى عندي اشكاليه في هالقضيه هذه في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه لا يمكن لشخص انه يصدر عليه حكم غيابي بدون انه ما يقع استدعاء وهذه يعني مش تنطبق على محمد بوغلاب وتطبق على العديد من الناس لانه احنا استنسنا او تعودنا يقول لك تعرض التبليغ في حين انه تو في الملف محمد بوغلاب يعني الفرقه المركزيه هي بيده استدعات وبلغت له الاستدعاء الشخصية فما بالك محكمة ما تنجمش تبلغ الاستدعاء الشخصية للشخص المتهم معناتها واضح ومعلوم المقر هذه الأولى. الحاجة الثانية اللي المؤاخذة أنه لأنه كي تجيو نشوفوا تو الجرائم اللي محال من أجل محمد هي نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي معناتها فيها جرائم حق عام وفيها جرائم أخرى تتعلق بالمرسوم تاع الصحافة. أنا أقول في الملف راهو لا يمكن توا في الوقت الحالي خصوصا انه كي نحكيه احنا على صحافي ادلى بتصريحات
أو تكلم في واقع معين أو تحدث نوليهم بعد نحاكموه من أجل جريمة متاع حق عام، راه من المفروض يقع محاكمته على مقتضى مرسوم الصحافة في 2011 والمرسوم هذا بيدو حدد فيما يتعلق بالجراء وحتى في الإجراءات التتبع كيفاش لازمها تصير. يعني حددها النص الخاص ما تقولكيب دفع نص خاص وهم نص عام ناخذوا ديما النص الخاص صح. وهذا وفما برشا قضايا هما صارت قبل حتى تتعلق بالجرائم تاع السلب وغيره تعدت على مقتضى مرسوم الصحافة. أنا أقول توا علاش في اللحظة لهذه وفي الوقت لهذا بالذات أنه يقع إحالته أو مقاضاته من أجل الجريمة نتاع اللي نتاع حقها هو بيدو هالشاكي في أنا أعتقد أنا تو الشاكي ما عادش عنده صفة حتى الموظف العمومي هذا هذا حال على التقاعد أخي مازال يتمتع صفة موظف عمومي ما عادش عنده وعليه تم تحديد جلسة اعتراض إي ما نقول حاجة برك أنه يبدأ محامي أو يبدأ عفوا صحفي باش يقع مقاضاته يقع مقاضاته على مقتضى المرسوم فقط طالما أن هو الأفعال اللي صدرت منه ما تخرجش على الميثاق الصحفي ودي تعرف زينا هذايا فما ميثاق صحفي يربط الشخص لأنه ما يتعداش على أشخاص أو يسبهم أو كذا صح. فيما زاد على ذلك أنه كتير أشياء كما هكا فما المرسوم اللي يعطيك مباشرة القيام لدى المحكمة مش تمشي تعمل شكاية واستدعاءات وأبحاثه على أساس كونه هو إنسان مجرم خطير يعني هذا هو هذا من المؤخذات راهم الأساسية بقول فما مؤخذات أخرى بالطبيعة هذيك باش نقدموها نهار الجلسة بقدة ربي في 23 جوان فيما يخص الإجراءات وغيره 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 واضح. شكرا لك على كل التوضيحات هذه لينا الأستاذ حمادي زعفراني محامي الأ...